الحمد لله. طبعا المباراه طلعت 0-0، انا نفسي بكره المنتخب يجيب هدف في الدقيقه 70 و80 عشان الفرحه طبعا ايه كبيره شويه. طبعا اسعدت واسعدتني واسعدت كل مصري في سبيل ان احنا قدامنا الفوز يضمن تاهل مصر 100% لكاس العالم، وده احنا امل كنا مستنيينه من زمان وان شاء الله يتحقق باذن الله. نتيجه كده بالنسبه لنا كويسه جدا، تعادل احسن نتيجه، بس غانا اتظلمت في جونين وبيلين. انا حاسس ان غانا يعني طلعت مظلومه يعني. نتمنى ان شاء الله بكره باذن الله تعالى بالنسبه لمنتخبنا بحكم ان احنا شعب ذواق وبيحب الكوره او لعبته الاساسيه الكوره، نتمنى باذن الله تعالى وده متوقع باذن الله ان احنا نعدي ونوصل للمرحله النهائيه اللي بيها نروح روسيا باذن الله تعالى 2018. الحمد لله كنا كلنا قاعدين على اعصابنا 90 دقيقه، والحمد لله ربنا كمل نجاحنا، الحمد لله ربنا يوفقنا بكره ان شاء الله عشان الشعب المصري كله يفرح. فالحمد لله ان النتيجه طلعت كده، ربنا يجملها ان شاء الله ويكمل فرحتنا، واحنا في شهر اكتوبر شهر انتصارات، وش حلو على المصريين ان شاء الله، وباذن الله بكره الشعب المصري كله يفرح ان شاء الله. بالجمهور بتاعنا هنخش كاس العالم عشان المصريين غلابه ونفسهم يفرحوا. الحمد لله النتيجه حلوه، احنا بقى بجمهورنا وبلاعيبتنا نعمل اللي علينا عشان الحظ بيقول لنا خش كاس العالم عشان احنا نفسنا نفرح. احنا حرام من زمان بقالنا 30 سنه ما دخلناش كاس العالم، فحرام يعني عايزين نخش بقى ونفرح ونرجع كاس زي الاول. الحمد لله الماتش النهارده خلص تعادل، فرصتنا كبيره ان احنا نكسب بكره ونصعد كاس عالم. الماتش كان ان شاء الله هنلعب بكره في برج العرب والماتش هيكون جميل، نفسنا نفرح نفسنا نلعب في كاس العالم بقى. خلاص احنا منتخب مش اقل من اي منتخب في العالم.